إنزال غير مسبوق للبصل المستورد من إسبانيا على أسواق الجملة للخضر والفواكه، حقائق كشف عنها الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الذي لفت إلى أن المزارعين وتجار الجملة أكدوا على وفرة هذا المنتوج، وهو ما من شأنه إجبار الفلاحين على مقاطعة زرع البصل خلال السنة القادمة، لا سيما وأن هذا البصل يسوق حاليا عبر سوق الجملة بالكاريتوس وعديد الأسواق عبر التراب الوطنية. احنا عندنا تجار في الأسواق، ما في المكاتب، في الأسواق. والبارح وصلتنا أكياس من البصل وفيها حتى الوثائق نتاعها راهي مستوردة من إسبانيا. هذه الدفعة اللي جات البصل مستوردة من إسبانيا، ووصلتنا البصل تباع في سوق تاع الكاريتوس في العاصمة، تباع كذلك خلال هذا الأسبوع في أسواق أخرى في ولايات أخرى. رانا نتكلموا بشيء على شيء متأكدين منه. احنا متخوفين إذا كان المرة هذه استوردنا البصل، المرة الجاية بعد شهر ولا شهرين إذا الطماطم، من بعد الحمص. وتقى اتحاد التجار والحرفيين ناقوس الخطر إذ تساءل عن مصير برامج الدعم الفلاحي والأموال التي خصصتها الدولة لهذه البرامج، مؤكدا أن تنظيمه سيطالب بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تستورد هذه المنتوجات الفلاحية، بعدما حمل وزارات الفلاحة والتجارة والمالية مسؤولية التسيب. برامج دعم الإنتاج الفلاحي، المفروض المجهودات اللي راهي تبذلها الحكومة والمفروض الأموال اللي راهي تخصصها الدولة للإنتاج الفلاحي تجعلنا نجد أن كل نهاية سنة الانتاج يزيد والاستيراد ينقص، لكن العكس رانا نشوفوا الاستيراد يزيد. كنا نطالبوا بفتح تحقيق على الاموال اللي راهي كل دوله كل سنه تخصصها للانتاج الزراعي، لكن الاثر نتاعها ما كاش. وكذلك نطالبوا بفتح تحقيق معمق باش نعرفوا من هم الاشخاص اللي راهم يعرقلوا الانتاج الوطني باللجوء بتشجيع الاستيراد. ويبقى المواطن هو ضحية هذه التطورات، تستمر معاناته اليومية للبحث عن البطاطا التي التهبت أسعارها، والآن الدور على البصل والبقوليات التي تعتبر من ضروريات حياتهم اليومية.